عليا بالعيد الناس اللي يسمعوا فينا توا ويمكن 30 ثانية التالي يشوفوا في الضحكة ما تفرقكش وكل، لكن الناس اللي تعرفك تعرف اللي الضحكة تخبي برشا وجاعة، تخبي برشا برشا حياة ما كانت سهلة حتى تعرف. عوي. أصعب لحظة في حياة عليا بالعيد؟ أصعب لحظة وقتي ولدي سليم دخل السبيتار وبين حياة وموت، وصايم أنا ولدي باش يموت لي، وانا هذيك صعب لحظه انا اخي بلحظه في حياتي، وصعب لا كيف اطلاق ولا كيف سلوم. ربي يفضل عايشك يا غالي، عايشك فضل ان شاء الله فرحتك يعيشك. به بنتك والمشكله اللي صارت والبوليميك اللي صارت تحلت المشكله؟ إيه بنتي لبيتي صغيرة وغلطت حكاية فارغة هي، والكل الله يسامح لي، الله يسامح لي اللي فعفع على حكاية معناها ما نغمل ما أنا عمري ما نحكي في العباد، وعمري ما نحكي في مشاكل الناس، وكل إنسان وعنده مشاكله وفماش دار إن شاء الله نتمنى ديار كلهم يا ربي بقى عليهم الستر. فيش قامة ذي قلتي بنتي هنا يا أخويا، هنا أم صارمة يا أخوي، حب بنتي حبيش تتعمل حاجة غالطة وكهو سينورة يلحكي تعمل حاجة غالطة توصل تقطع بنتك؟ ليه أنا مقطعت ما نقطعش أولادي يفهموا، أنا ما نقطعش، أنا فماش ما حن مني. هيت نحكيوه؟ هيت نفركوه الرمانة؟ أنت عادة مربطك الفرس مش تهبل. أنا نحب نفرك الرمانة باش نجمو نحكيوه. يا ولدي مش فرق باش نحكيها في عاركة صارت، وبنتي معناها مع أصحاب ما هنا ما نحبهاش تخالطهم هكا، وهي زعمة رجولية ودرا شنيا ما كان مشيت فيها، فهمت؟ وقت يكلموني وقالوا لي بنتك وكل شيء ويجا هزة راه ودرا شنو قبل بنت عالية ودرا شنو، الحمد لله يا ربي بالاحترام اللي نحظاه هنا يا ربي نحمدك، هذه اللي قاعد نعمل هذا المكسب الكبير كنوز الدنيا. ولا قلت لهم ليه عملت تخلص يا مدام علي، ليه عملت تخلص يعني خليت تراب، كانت نجم تتلم الحكايه غد طبعا ورس برحمه بابا خنفسري في المركز، كانت نجم تراب صحيت انت محمد. قلت ليه خليها غلطت تتحاسب خاطر اي والله وصلت حتى العقوبه بالسجن. اي قلت لهم ليه خليها تتربى، خاطر نقول لها يا سلمى لا يا سلمى لا راهو هذاك مش بيه هذاك اسمع كلام امك تربح اسمع ولا فهمتني. وبعد وقفت على كلامي ولا قديش لازمها قوه هذه باش ام تعرف بنتها كان ما تمشي لهاش نهارتها بنتها باش تمشي للحبس، قديش لازمها قوه؟ روحت صليت ركعتين لربي وعملت صلاة استخارة والكل. قديش تحكمت بنتك؟ لا ما نقولش، أما ما قعدتش أكثر من شهر ونص والله ما نقولش، ما قعدتش أكثر من شهر ونص. في الشهر ونص اللي مشيت لها تربى، في الشهر ونص اللي مشيت لها لا كلمتها خويلها خويلها وبوها ربي يفضلهم. يا أخي أنا ما مشيت شكيكة الاخوه الموجودين اخواتي ربي فضلهم هذوكم على كتافي بالطبيعة، اخواتي موجودين وبوها زادا ربي فضله يطول في عمره زادا موجودين حبوا ربي حبوا ربي الافضل. بعد العقوبة كي خرجت حكيت انت وياها تسامحتوا، خاصة انه الحكاية انه الحكاية خذيت امبلور كبير. بنتي روحي بنتي حبة ديما في السماء، انا نتمنى كي تحكي لي على نرمين نقول لك انا نحبها ان شاء الله نقولها بنتي ونحبها زيد ناجحه، خلي بنتي اللي من صلبي فهمت. دونك اللي غلطت يخلص طبعا وخليها باش تتعلم تسمع كلام امها، كي تقولها راه امك تحب لك الخير بربي سامحني ايش تتمنى الانسان لصغيره، اما ماشي في بالي انا الحكايه تقف غادي جي سيرانيا ما نعرفش انا، وقالت من بعد قالت بإعاز من اسمه الاعلامي ما نعرفش الله يسامحه زيدا شكون امين جارة اي سمعتها سمعت توتي شي همك يا امين جارة انت شي همك
عيب عليك هكا، عيب عليك، عيب عليك. ربي راهو اللي يبلي مازال يبلي، ولطف عليك وما تملالكش هذا. عليه عليه تنبش في حيوت الناس، عليه تحفر في حيوت الناس، عليه باش تعمل بوز باش تنجح الميسيون تاعك، فيكش تعمل حاجه عندك ما تعمل. راه اللي غطي ستر الناس ربي ما تعرفش عليه. شو ردت فعلك كي تفرجت كيما التوينس الكل نهارتها في البرنامج وسمعت الكلمه ذاك تقال اول مره؟ انا نتصور انا اللي ما عجبنيش، اللي ما عجبنيش كان ما تقولش من الاول، ما تقولش توا انا انت تخرك انت كما تقولش تقدم بقضيه انت كتجبد اسمي ساعه. اما فهمت توا انا نجي لمحمد هكاك عنده مشكله لطف عليك ونجي والله ندخل في حياتك انا والله كان درا شنو توا نقول شكونك انت؟ تو الناس كل كان هكا عاد، تو الناس كل تفضح على العبيد الكل، تو الناس الكل تتسلسل، عيب. فما قانون راه بكي البلاد مصيبه. قال لك حيوت مدرقه، هموم مفرقه حشك وحيوت مدرقه، كل واحد عنده راكو جينته الخاصه به. وعيب كيما عنا المآسي كيما عنا كيما عنا. توجعت كي سمعت في التلفزه تحكي لك الكلام هذاك اول مره؟ توجعت، كلمتها انا رانيا، قلت لها بنتي عليه يا راني، صبيح كلمتها قلت لها عليه بنيتي عليه، والله انا سلمى نحبها ونحبك يا ونحبك. هي تعبني تعبني، كنت نجم تدبر تليفوني يا اخي. كلمني بالتليفون. اي دبر تليفوني وكلمني، اول مره نحكي هكا بالقدير. دبر تليفوني تتا عليا ولا روكا، هذا اللي يحب يعمل خير بالحق، هذا هذا شو يقول المنطق. هي كلمني في التليفون تعمل في الخير، معناها شو عادك الخير اللي تعمل فيه باش هكا معناها مش هكاك الخير. وشاف وشفتها وما شافتهاش راهو، على فكره راهو الطفل ما شافتهاش. ما شافوش بعضهم؟ لا سلمى، ونجيب لك سلمى لهنا، قالت لك ما شفتهاش انا راني، بورتون سلمى تحب راني راه. اوف قالت لي والله ما ريتها يا ماما، قالت لي كل البنات اللي معايا شافوها وقت اللي خرجوا. تقول الكلام هذاك اللي تقول والله قالت لي ما شفتهاش راني انا، مالش تحكي انت، قالت لي ما ريتهاش. حكاوا لها بنات قالوا لها بنت عليا تبكي على امها، هذا شو فاش قام انت ايش لزك؟ ربي يجيك يا راني وربي يسامحك، ان شاء الله تكبر وتنضج ومش باهي وكها. واضح. شكرا مدام عليا خاطر حليت لنا قلبك وحكيت لنا النقطه ذي. خلي الملف يتسكر من فوا بورتوت، ربي يفضل لك سلومه عايش وسلمى وسلمى سليم وسلمى سليم سلمى وسليم حبايب قلب ام.